أصدقائي ما تنسوش توصلوا الفيديو لخمسين ألف لايك. احنا دلوقتي موجودين في المنشر وبالتحديد في المكان اللي بتحط فيه الجبنة الرومي بعد ما بيتم تصنيعها. في المرحلة دي بيبدأ يتم إضافة الملح على الجوانب المختلفة للجبنة الرومي وغسلها وتنظيفها، وبتقعد تقريبا 120 يوم، وبعد الفترة دي بتنزل علشان تبقى جاهزة ان احنا ناكلها. والقرص ده تقريبا بقاله أسبوعين هيبدأ ان هو يتعتق عشان يبقى جاهز للأكل. احنا النهارده موجودين في دمياط وبالتحديد في مصنع الدمياطي، جايين نعرفكم على اصناف من الجبن. واول صنف هنجربه هو الجبنة التقليدية والاشهر في مصر، الجبنة القريش. طبعا اي حد بيشتري الجبنة القريش هتلاقوا ان هو بيجيبها في كيس عادي او غير معلبة، لكن العلبة دي عبارة عن نص كيلو من الجبنة القريش. هنفتحها كده بسم الله، وهنلاقي ان بداخلها في الجبنة القريش معلبة. اما الجبنة دي فهي جبنة اسطنبولي، بس هم حبوا يحطوا التاتش الدمياطي فخلوها باللون الاصفر. اما بالنسبة للصنفين دول فهي الجبنة نستو، وطبعا واضح ان في جبنة نستو عادية وجبنة نستو بروم. اما دلوقتي احنا موجودين عند الجهاز اللي بيتم فيه طبخ الجبنة النستو، بيحطوا هنا المواد الخام زي ما انتم شايفين. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نفتحها عشان نوريكم المكونات اللي في الداخل، وطبعا لازم نلبس الكمامة. ده زرار الفتح، تعال اوريكم المكونات. بيحطوا المواد الخام في الحلة دي او في الجهاز ده لمدة 3 دقائق على درجة حرارة 90، تتطبخ وتبدأ تروح لمرحلة التعليب. تعال اوريها لكم. اما دلوقتي فاحنا قدام مرحلة تعبئة الجبنة النستو، هنعبي دلوقتي على حسب الوزن اللي هم محددينه. بسم الله. زي ما انتم شايفين دلوقتي يا بتشاه، ومجرد ما الوزن اللي هم محددينه هيخلص هيفصل اوتوماتيك. افصل يا ابني ما تكسفناش. هو اوكي دن، وبعد كده تروح للمرحله اللي بعدها. وبالكلام عن الجبن الطبيعيه فدي جبنه براميلي طبيعي. الجبنه دي المميز فيها ان هي فيها تقريبا مخلوطه بالفلفل، وطعم الشطه كده او الفلفل هتلاقيه فيها بعد ما تدوب في بقى. اما بالنسبة لدي فهي القشطة، ومعروف ان القشطة بالايه؟ بالعسل، وعشان كده هم حاطين فيها عسل. المميز فيها ان هي سهل جدا انك تفردها على التوست كده. اجمل حاجة دقتها. وبعد ما تم تغليفها بالطريقة اللي انت شايفينها دي، بتتحط على اهم مرحلة بالنسبة لي، وهي مرحلة طباعة الانتاج والصلاحية والوزن. قولوا لي في التعليقات ايه اكتر نوع جبنه بتحبوه. طبعا بالنسبه للناس اللي بتحب الحوادق ففي هنا المش وفي كمان المرتة، وبما اني ما بحبش الحوادق فمش هجرب ادوقه. اما بالنسبه للناس اللي عندها الضغط او بتحب الجبنه ملح خفيف، فالجبنه التلاجة دي ملحها خفيف جدا. ودلوقتي المرحله اللي هيبدا يلحم فيها الكيس ده عشان تبقى مقفوله على الاخر. اما بالنسبه للناس اللي مش فارق معاها الضغط فدي جبنه قديمه، عباره عن جبنه الملح بتاعها اكيد تقيل، بس هي طبيعي 100%. يعني ايه؟ يعني لبن ومعمول جبنه، مفيش فيه اي زيوت نباتيه. اما بالنسبه لاخر صنفين فهي الجبنه التشيدر والجبنه الرومي، والشكل بتاعها طبعا واضح ان هي نظيفة جدا. ودي كانت حلقة جديدة مع الخيميائي عن 13 نوع من انواع الجبن، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.